السلام عليكم مشاهدي الأفاضل، أهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي الجديد يأتيكم من أول قناة إخبارية في الجزائر. والبداية أو قبيل انطلاق كأس العالم لكرة اليد المزمع انطلاقها غدا الخميس في دولة قطر، تلفزيون النهار وكالعادة متواجد رفقة المنتخب الوطني للكرة الصغيرة في الدوحة، حيث رصد موفد تلفزيون النهار محمد قريشي الحصة الاسترخائية التي أجراها زملاء سلحجي في فندق إقامتهم هناك اليوم. لا سابريسي كي دو بعد 9 مينوت غنفير ستريتشينغ برك هنايا ابري ستريتشينغ جماعه غنرجع نقولو وميتي ترينينغ با ديلات نمشيو شويه نقولو بعد هذيك نجيو ناكلو 13 13 هنا بفندق انتر كونتيننتال يقيم المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد طيلة فترة مشاركته في طبعة 24 لمونديال الكرة الصغيرة. إذا قمنا بزيارة النخبة الوطنية في هذا الفندق، أين قام رجال رضا زقيلي في الفترة الصباحية بأول حصة استرخائية قبل أول حصة تدريبية مساء اليوم على الساعة 8 بقاعة السد. موفد تلفزيون النهار إلى العاصمة القطرية الدوحة محمد قريشي.